عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم. رجعت لكم تاني من جديد فقره نصيحه في دقيقه مع حسناء الرقيقه والانيقه والرشيقه. اليوم ان شاء الله واحد النصيحه مهمه بزاف، ودائما كنقول لكم واخا تفوت الدقيقه راه ما في باس، يعني والله الا كتستاهل كيكون شي موضوع مهم بزاف. وهذا الموضوع هو اللي بزاف ديال الناس كيسولوني عليه. عافاك حسناء، عطينا اشنا هما يعني المعايير باش نختاروا احسن هاتف لينا، ويعني احسن هاتف اشنو يعني اقل ثمن كيبدا منه الى اخره. يعني الناس بالفعل حيره ما كتعرفش اين هاتف زوين، واش قل من 1000 درهم، واش فوق 1000 درهم، واش خصها تفوت 2000 درهم الى اخره. اليوم ان شاء الله نعطيكم المعايير باش انكم تختاروا الهاتف المناسب لكم، وكل واحد على حسب الاستعمالات ديالو. اكيد ما كاينش قاعده واحده، ولكن بزاف ديال يعني المعايير كل واحد غيشوف الهاتف المناسب ليه. اول حاجه بغيت نقول لكم راه الميكروفون راني بدلت، وحيت بزاف ديال الناس في الفيديوهات السابقه كانوا كيتشكاو مع انني كنت كندير ميكروفون، ولكن واقيلا كان يعني ما كانش خدام مزيان، بحال بدا يعيا، مده الصلاحيه ديالو كتسالي. ودابا خديت يعني ميكروفون اخر، بغيتكم تكتبوا لي في التعاليق واش الصوت هو هذاك، ولا نشوف يعني شي حاجه كاليتي احسن. المهم بغيت نقول لكم اول حاجه بالنسبه للهواتف اللي قل من 900 درهم، يعني سوختو الهواتف ديال واحد فرام و16 جيجا، بغيت نقول لكم هاد الهواتف راه فقط ديال الو الو، يعني كذب عليكم الكذاب. يعني الهواتف اللي قل ديال 800 درهم، 700، حيت بزاف ديال الناس كيقول لي عافاك حسن عطيني شي هاتف في حدود 700 درهم و800، وبغيتو واتساب فيسبوك يوتيوب والالعاب. ما يمكنش الهاتف اللي قل من 900 درهم، 800 درهم، 700 درهم، هذاك ها ديال الو الو، نعم تقدر تانستالي فيه الواتساب، ولكن كننصح انا الواتساب بوحدو، ومازال يكون فيه غير يعني لي كونتاكت اللي كدوي معاهم، يعني يكونوا قلال، يعني واحد 4 ولا 5 د الناس، وما يكونش عندك جروبات يعني داخل الجروبات. حيت الا درتي في هذا الشيء في هاتف ديال قل من 800 درهم الى اخره، راه بيان سور غيتبلونط عليك. يعني الناس اللي كيقلبوا على هاتف قل من 900 درهم يستعملوا غير الاستعمال العادي جدا، ماشي غير العادي، يعني كيف قلت لكم الو الو والواتساب وشي حاجه خفيفه، ويوتيوب حتى هو شي حاجه. اما باش تقول لي بغيت انستالي الفيسبوك الانستغرام تيك توك الى اخره، راه ما غاديش تنجح لك، يعني غير هيعذبك ويمرضك من الاخر. ثم كيجو الهواتف ديال من تقريبا 900 درهم للفوق، 900 1000 1100 حتى 1200 حتى 1300. هاد الهواتف لاش كيكونوا؟ هادو حتى هما الاستعمال العادي. اشنو هو الاستعمال العادي؟ يعني وسائل التواصل الاجتماعي اللي معروفه عندنا، واتساب فيسبوك، تقدر دير انستغرام حتى هو، واكيد يوتيوب وتصفح الى اخره. هادو الاغلبيه كيكونوا ما بين 2 32، 2 فرام 32 ولا 3 32. هادو حتى هما اشنو يعني كيف قلت لك مات الالعاب شي حاجه خفيفه، يعني الالعاب الخفيفه، وحتى هي راه ماشي غادي يعني تلعب تبرد الغدايد، لا يعني كذب عليك الكذاب، يعني شي لعبه خفيفه هكا واحد 20 دقيقه نص ساعه صافي. يعني الا كنتي تجاوزتي كثر راه غير كيف قلت لك الهاتف هيولي مرضك، وحنا ما بغيناش يعني ناخذ واحد الحاجه اللي غادي تمرضنا، سي با لا بي. اللهم نزيدو ناخذ شي حاجه زعما احسن شي كاع نتسلف ولا ندير مصارفه ولا هذا، وناخذ شي حاجه مزيانه. قلت لكم كاينين الهواتف ديال 1000 حتى 1200 300، هادو كانوا غير الاستعمال العادي كيف قلت لكم، وبعض الالعاب الخفيفه. كاين تاني اللي كيقول لي عافاك حسنا بغيت هاتف ديال الالعاب ولكن ما يتجاوز 1200، لا هاتف ديال الالعاب على الاقل خص تكون فيه 4 في الرام و 64 جيجا في ستوكاج. وتاني حاجه المعالج، اللي اهم حاجه يعني في هاتف ديال الالعاب اللي هي المعالج. المعالج يعني خصو يكون واحد المعالج محترم اللي يعطيك واحد التجربه مرضيه. هتقول لي اشنا هو هذا المعالج ديال الفئه الاقتصاديه؟ يعني انا هنا كنستهدف الناس اللي كتقلب على الثمن شويه يكون مناسب. يعني هنا راه كان تقريبا خصك تبدا من هيليوس جي 70،
هيليو جي 35 ولا ليكيفالون ديالهم. انا دابا ماشي قلت لك اي يعني ضروري الهاتف يكون فيه هيليو جي 70، لا في هذا الشيء في الميدياتيك، يعني في الميدياتيك لي بروسيسور ديال الميدياتيك اللي بغيتي يعطيك تجربه محترمه ابتداء من هيليو جي 70. راه كاينين مجموعه ديال الهواتف الاقتصاديه فيها هاد المعالج المحترم، منها التكنو، كاين الريلمي سي 25، يعني مجموعه ديال الهواتف اللي قلت لكم ثمن زوين ولكن على الاقل تقدم لك واحد التجربه محترمه. هادو كيتجاوز بعد الثمن ديالهم ما بين 1400 حتى 1500 درهم، وكيف قلت لكم ولا ليكيفالون ديالو، يعني ليكيفالون تاني شحال من واحد كيقول لي عافاك مثلا هاد هيليو جي مثلا 70 اشنا هو ليكيفالون ديالو في سناب دراغون، كيفاش كتعرفوا هاد الطريقه؟ كاين جوجل، يعني جوجل كتكتب فيه مثلا هيليو جي 70 في يعني ضد في اس سناب دراغون مثلا 665 وهذا، وكيعطيك يعني كيعطيك كتعرف انه الا لقيتي يعني داك التنقيط ديال، حيت كاينين بزاف ديال لي سيت مثلا كاين دوك السيتات الاولين اللي كتلقى كتدخل ليهم وراه كتلقى في الاخر ديك منصات الانتوتو، يعني التنقيط في منصات الانتوتو، ملي كتلقاهم يعني التنقيط متقارب راه صافي كتعرف انه تقريبا راه ليكيفالون ديالو. كيعطيو ما كاين لي ديتا، يعني كيعطيك البيرفورمانس ديالو في الجيمين في لا باتري وفي بزاف ديال الحوايج، ولكن راه انت كتشوف ديك النسبه، ملي كتلقى واحد النسبه يعني راه ما فايتهاش 2% 3% الى اخره، صافي راه كتفهم انهم تقريبا راه هادوك راه متقاربين. هذا غير الا بغيتي تعرف الاداء ديالو. اذا كيف قلت لكم يعني الالعاب يعني خصك ضروري معالج قوي، اللي قلت لك راه قلت لك اقل معالج راه ذكرته لك اشنا هو في الالعاب وليكيفالون ديالو في اي يعني في سناب دراغون ولا في اي حاجه. وتاني حاجه تاني بالنسبه للناس اللي كيبغيو الكاميرا، كاين واحد تاني كيقول لي بغيت كاميرا زوينه ولكن 1000 درهم. نقول لكم بعدا الكاميرا الا بغيتو كاميرا محترمه راه ابتداء من 2000 درهم، يعني 2000 درهم الفوق راه ما غاديش تعطيك الكاميرا محترم. وانا غنخلي لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو، غادي نعطيكم واحد في اول تعليق واحد الرابط ديال واحد الفيديو اللي مختص في كيفاش تختار الكاميرا المناسبه لك، يعني ماشي تعتمد فقط على عدد الميجا بيكسل، كيف دائما كنقولوا راه هذا كيبقى غير معيار نسبي ولكن كاي معايير اخرى. يعني باش ما نطولش الفيديو غنخلي لكم كيف قلت لكم الفيديو، نتوما دخلوا تشوفوا فيه الشرح الكامل كيفاش تختار الكاميرا، يعني كاميرا مزيانه على حساب يعني الاستعمالات ديالك. اذا هنا دوينا قلنا يعني كيفاش تختار ديال الالعاب، كيفاش تختار الكاميرا. واحد الحاجه اخرى انا ان شاء الله بغيتكم تكتبوا لي في التعاليق الا بغيتوا يعني ندير لكم احسن الهواتف، يعني قل من 1000 درهم، ماشي قل يعني ابتداء من 900 حتى 1200، ونعاود ندير لكم ثاني هواتف قل من 1500 درهم، ونعاود ندير لكم ثاني هواتف من 1500 درهم حتى 2000، وعاوتاني الهواتف ديال الفئه المتوسطه. يعني الا بغيتوا بحال هاد الفيديوهات كتبوها ليا تاهي في التعليق، حيت اكيد انا ان شاء الله نديرها بكل يعني بكل فرح، لاني ديجا داك العام درتها ودرتها بخصوص يعني اكيد الهواتف ديال 2020. ان شاء الله هاد الفيديوهات اللي غندير ديال 2021، ولكن محتاجه للتفاعل ديالكم، يعني اكتبوا لي في التعاليق باش نشوف واش يعني كاين الناس المهتمه بهاد الفيديوهات. اذا كيف قلت لكم هذه هي المعايير باش تختار احسن هاتف بلا ما تزيد في الثمن، يعني بلا ما تقصح جيبك، وفي نفس ولك في نفس الوقت عفوا بلا ما تقول. اذا اللي عنده شي ملاحظات ولا شي تساؤلات يكتب ليا في التعليق، انا كثرت عليكم بات ليا 8 دقائق داكشي بس صافي قلت نحبس. اذا كنتمنى نكون فيدتكم ولو قليل، وكيف قلت لكم ان شاء الله راه يكون لي ديتاي في الفيديوهات القادمه على احسن الهواتف، يعني في كل فئه، الفئه الاقتصاديه العليا والمتوسطه وحتى المتوسطه العليا الى اخره، وحتى الا بغيتوا الفلاكشيب حتى هما علاش لا، وباش هكا يستافد كل شيء. اذا الى اللقاء الى الفيديو الجاي، اللي عنده شي سؤال اكيد يكتب ليا يعني في التعليق، ما تنساوش اللي بغى شي سؤال ديال شي ثمن ديال شي هاتف، ولا يذكر لي يعني اشنو بغى يقول لي مثلا حسنا انا بغيت هذا وهذا وهذا، اعطيني شي اقتراح غنجاوبك. ولا يقول لي مثلا حسنا هذا الهاتف فلان فلاني انا بغيته لهذا لهذا، واش هو مناسب ليا ولا عندك شي اقتراح اخر؟ كيف قلت لكم بكل سرور غادي نجاوبكم على التعاليق. اذا ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالبارطاج الى عجبكم لا فيديو.